في إطار دورها لإنجاح استضافة مملكة البحرين لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024 خلال الفترة من 13 ولغاية 15 من نوفمبر الجاري، أعلنت الإدارة العامة للمرور ترتيب كافة الاستعدادات المرورية لتأمين هذا الحدث الدولي. ودعت الإدارة العامة للمرور جميع مرتدي الطريق اتباع التعليمات المرورية والالتزام بكافة الأنظمة والقواعد المنظمة لحركة السير، وذلك لتأمين السلامة لجميع مستخدمي الطريق. الجمهور الكريم زوار معرض البحرين الدولي للطيران 2024 من أجل تحقيق انسيابية مرورية خلال أيام المعرض الممتد من 13 وإلى 15 من نوفمبر الجاري. تدعوكم الإدارة العامة للمرور إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الآتية. لزوار القطاع التجاري من حاملي التصاريح والدعوات الرسمية وأصحاب التذاكر الخاصة التجارية لساحة المعرض الرئيسية القادمين من شارع المعسكر، شارع الشيخ سلمان أو شارع الشيخ خليفة بن سلمان، نزولاً من كوبري الزلاج، مواصلة السير على شارع الزلاج باتجاه دوار عوالي، مروراً على نقطة فرز التذاكر على شارع الزلاج، ومن ثم الانعطاف يميناً على شارع الصخير وصولاً للبوابات 1 و2 و3 و4، مع ضرورة التنويه بأنه سيتم إغلاق الإشارة الضوئية مدخل البر شارع 76 طوال فترة المعرض. وفي حال مغادرة المعرض أو انتهاء العروض على السائقين الانعطاف يميناً على شارع الصخير للبوابات 3 و4، والانعطاف يساراً على نفس الشارع للبوابات 1 و2. وللجماهير الكريمة الحاملة لتذاكر الدخول لساحة العائلات الترفيهية التوجه إلى مواقف حلبة البحرين الدولية، بحيث سيتم نقلهم إلى الفعالية عن طريق حافلات مخصصة من وإلى المعرض، حيث تنطلق فعاليات المعرض بالقطاع التجاري من الساعة 9 صباحا ولغاية 5 مساء، وتنطلق الفعاليات بمنطقة العائلات من الساعة 10 صباحا ولغاية 6 مساء، علما أنه قد تقتضي الحاجة إجراء بعض التحويلات المرورية لفترات محدودة لغرض تسهيل انسياب حركة المرور. وتدعو الإدارة العامة للمرور إلى التعاون مع كل ما يصدر من رجال المرور من تعليمات لتنظيم حركة المرور، مع تمنياتها بالسلامة للجميع وقضاء وقت ممتع.